الخامس، روى الشيخ أنه خرج هذا التوقيع الشريف من الناحية المقدسة على يد الشيخ الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد رضي الله عنه، ودعو في كل يوم من أيام رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونه، يا مفرقا بين النور والديجور، يا موصوفا بغير كن ومعروفا بغير شبه، حاد كل محدود وشاهد كل مشهود وموجد كل موجود ومحصي كل معدود وفاقد كل مفقود، ليس دونك من معبود. أهل الكبرياء والجود، يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين، يا محتجبا عن كل عين، يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم، صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين والبهم الصافين الحافين، وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرم وما بعده من الأشهر الحروم،
وأسبغ علينا فيه النعم، وأجزل لنا فيه القسام، وأبرر لنا فيه القسام، باسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرام، الذي وضعته على النهار فأضاء، وعلى الليل فأظلام. واغفر لنا ما تعلم منا وما لا نعلم، واعصمنا من الذنوب خير العصام، واكفنا كوافي قدرك، وامنن علينا بحسن نظرك، ولا تكلنا إلى غيرك، ولا تمنعنا من خيرك، وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا، وأصلح لنا خبيئة أسرارنا، وأعطنا منك الأمان، واستعملنا بحسن الإيمان، وبلغنا شهر الصيام وما بعده من الأيام والأعوام، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.